كل سنة وكل إخواتنا وحبايبنا المسيحيين والمصريين جميعاً بألف خير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وعشان العيد ما يبقاش عيد من غير ما يكون معانا ضيف استثنائي، معانا واحدة من مرنمات مصر، ماري لميع، اللي هتبسطنا وهتسعدنا وهتمتعنا كده وتحتفل معانا بصوتها المبدع في الترنيم. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير يا ماري. صباح الخير. وانت طيب؟ يعني في البداية كده، قبل بس إيه يعني ما نسمع حاجة منك، عايزة أعرف أو عايزين نعرف منك، اتعلمتي الترنيم إزاي وإزاي بتحضر لها؟ تمام. هي الترانيم طبعاً إحنا بنتعلمها من الكنيسة من صغرنا يعني. أنا كنت مشتركة في الكورال بتاع الكنيسة من صغري، وبكل المراحل بقى يعني بكل المراحل العمرية لحد لما كبرت وبقيت انا يعني في فتره من الفترات قائده كورال. مظبوط. فهي الترانيم يعني حاجه اساسيه في الكنيسه، بتعتمد عليها يعني صلوات كتير واجتماعات كتير جوه الكنيسه، لان هي بتبقى صلاه. يعني الترانيم عباره عن صلاه، بتبقى بشكل لحن جميل وكلمات جميله بنقدمها وبنصلي بيها. طيب ده عظيم جدا. بتستخدموا ايه في كتابه هذه الترانيم؟ يعني عباره عن ايه؟ هي مراحل عمل الترنيمة شبه مراحل عمل الأغنية بالظبط. يعني في مؤلف بيكتب كلمات وملحن بيلحن. بدأت تكتبي ولا لسه؟ في بعض الترانيم من كتاباتي. وبعد كده بندخل في مرحلة التوزيع الموسيقي، بتتوزع الترنيمة، ومرحلة التسجيل دي بتبقى آخر مرحلة. هتسمعينا إيه؟ بصراحة أنا حابة أبدأ بترنيمة للشكر، نشكر فيها ربنا يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. يعني انا دايما بحب ابدأ بالترنيمة دي في معظم الحاجات، لان مهم قوي ان احنا نشكر ربنا في البداية طبعا على كل حاجة بيعملها معانا. فممكن نبدأ بيها. تفضل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بتراني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بتراني، ياللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا لي ياللي بتراعي،
هايل هايل. ميرسي. الله ينور. ميرسي. شكرا. ميرسي. طيب عظيم، عايزين برضو نعرف اكتر واحنا بنتكلم في كتابه الترانيم. مين اشهر كتاب الترانيم؟ هو الحقيقه في كتاب كتير يعني موهوبين، معظمهم من الشباب يعني، واحنا بنتعرف على بعض من خلال السوشيال ميديا يعني، بنلاقي من خلال الصفحات بيبقى في كتاب مثلا كاتبين سطور كده من ترنيمه، فبندخل بقى بنبتدي نتعامل، انا محتاجه الترنيمه دي ممكن اسمعها يعني، نفس بالظبط زي ما قلت لحضرتك كتابه الاغنيه. فمن خلال السوشيال ميديا طبعا في ناس كتير موهوبه بتكتب ترانيم وبتالف كلمات وبتختار مواضيع معينه يعني، في الحقيقه كتير. طب ماريه احكي لنا عنك انت، هل انت دلوقتي بتعلمي ولا انت يعني بتعملي ايه دلوقتي؟ بتكتبي كلمات بس بتعملي ايه؟ لا انا حاليا متجهه لتسجيلات الترانيم، وبتتصور على فكره في مرحله، شفنا لك فيديو على يوتيوب ومصوره كليب، فحلو بالظبط. فدي برضو مرحله مهمه جدا من مراحل الترنيمه، انها في الاخر ممكن تتصور كفيديو كليب وممكن تنزل كجرافيك او مونتاج. فانا حاليا متجهه اكتر للتسجيلات والخدمات في الكنائس، دي برضو حاجه جميله جدا جدا بتفرح الشعب لما يكون حد مرنم جاي يرنم معاهم، فدي حاجه بتفرحهم جامد جدا يعني. فده حاليا اللي انا بعمله من خلال ترانيمي، التسجيلات والخدمات. طب احنا عايزين نفرحهم كمان ونسمع كمان حاجه. يا ريت نسمع مع بعض حاجه بقى لعيد الميلاد. يلا بينا. ترنيمه يوم ميلادك يا يسوع هو اعز عندي، فممكن بمناسبه عيد الميلاد لازم بقى نقول حاجه عن الميلاد. طبعا. يلا بينا. اتفضل. يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي، من كل ميلاد يا يسوع حتى أعز حبايبي. يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي، من كل ميلاد يا يسوع حتى أعز حبايبي. تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي، وتعالى وحدك جوا قلبي. يوم ميلادك يا يسوع أسعد يوم للإنسان، انتهت كل الدموع وتغير كل زمان. يوم ميلادك يا يسوع أسعد يوم للإنسان، انتهت كل الدموع وتغير كل الزمان. تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي. سنة جديدة في الحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع، ويكون حبك اللي مليها. سنة جديدة
في الحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع، ويكون حبك اللي مليها. تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي، وتعالى يا الله. جميل، الله عليك يا رب، سنة خير علينا كلنا يا رب يا رب، امين. طيب مريم، من الحاجات اللطيفه قوي اللي بتحصل دايما في الكنائس المصريه انه بيبقى في مشاركه للاطفال من سن صغير قوي في اي فعاليه بتعملها الكنيسه، سواء من رياضه او ترانيم او غيره. ازاي وانت اشتغلتي معلمه قبل كده، فاحكي لنا عن الفتره دي وازاي الاطفال بيبقوا متحمسين للعيد الميلاد، وبتعملوا ايه كتحضيرات ليها وفعاليات جواها بتحصل ايه؟ هو في طبعا ترانيم بتتعمل مخصوص للاطفال علشان طبعا يقدروا يشاركوا بيها، وطبعا الاطفال حاجه مهمه جدا، فاحنا بنهتم بيها جدا في مجال الترانيم والكنيسه علشان يقدروا يشاركوا، لان طبعا في بعض الحان الترانيم اللي احنا بنرنمها ككبار يعني بتبقى صعبه شويه، بيبقى في كلام مش مفهوم بالنسبه للاطفال، فبنعمل ترانيم للاطفال خاصه بيهم بيكون بلحن بسيط وكلام بسيط علشان يقدروا يرددوه ويفهموه يعني. عظيم. ليه الترانيم بقت اصبحت من اكثر الحاجات شهره في عيد الميلاد، ولو في مثلا ترانيمه بيشترك فيها اكثر من حد مع بعض ازاي بيتم التنسيق؟ هي الترانيم عموما بقت مهمه في الوقت الحالي حتى في الايام العاديه، لكن طبعا في الاعياد بتدي بهجه، لان الترنيمه يعني اي حد متهيألي بيحب يسمع لحن جميل مع كلمات جميله، فالترانيم طبعا مرتبطه بالاعياد لانها بتدي بهجه وبتدي حاله حلوه كده يعني من الصلاه يعني بفرح. عايزه اتكلم عنك انت، هل انت عندك اي خطط مستقبليه انك تعملي حاجه تانية جنب تاليف وتلحين ويمكن غنى ترانيم كمان وخدمه اكيد الكنيسه؟ عندك طموح تاني ممكن تبقي بتعمليه جنب ده؟ هو انا الحقيقه عملت 3 البومات وطموحي طبعا ان انا اكمل واعمل يعني البومات اكتر واعرف يعني اعمل ترانيم جديده، لان مهم برضو زي ما بنرنم ترانيم قديمه اللي هي الترانيم التراثيه، نفس فكره بالظبط الاغاني القديمه اللي لسه موجوده لحد دلوقتي وبنسمعها، في برضو نوع من انواع الترانيم التراثيه دي ترانيم من زمان خالص ولسه برضو بنرنمها لحد دلوقتي. حافظه منها حاجه؟ ممكن، بس انا كنت محضره حاجه للاطفال بمناسبه الاطفال، فما ينفعش بقى ان احنا يجي العيد من غير ما نقول لهم دق يا اجراس. حتى انا كنت عامله الفتره كمان واحنا بنعيد عليهم، كنت عامله حسابي ان انا يعني ارنم حاجه للاطفال، فممكن نقول دق يا اجراس. يلا بينا. ساب مجد السماء وضحى بالغنى، جه للأرض فقير علشان بيحبنا، كل ألمنا كل أفرحنا هو حاسس بينا في كل لحظة في عمرنا. دقي يا أجراس النهاردة عيد، يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد. دقي يا أجراس النهاردة عيد، يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد. ساب مجد السماء وضحى بالغنى، وجي للأرض فقير علشان بيحبنا، كل ألمنا
واللي أفرحنا هو حاسس بينا في كل لحظة في عمرنا. الله، كل سنة وانت طيبة وأسرتك طيبة وكل المسيحيين والمصريين كلهم بقى طيبين وبألف خير، شرفتينا ومرتينا. كل سنة وكلنا طيبين. ميرسي خالص، متشكرة جدا. كل سنة وانت طيبة مرة تانية يا ماري.